سلم لي يا باشا على الزمن، اهم حاجه الوعي مان، كيب كونشس مان. الوعي هو الارث الحقيقي اللي باقي من اطفولك الجغرافيا واطفولك التاريخ. ما اسمهاش تل ابيب، اصل المحتل غريب، لم ولن يعيش في يافا ولا في جلباب ابيه، شيخ مونس او لبيه، دي مش تل ابيب وده مش تل ابيك، دي بخريطه وده التاريخ، هناك تلاقي بير السبع وده الخليل ودي غزه، اهلا بيك في فلسطين، انا من اريحه شرق القدس، بيت المؤمنين، النصر بيت العذراء، دي نابلس ودي جنين، ربك موجود صمد شاهد على اللي حصل، من نقب لحدود صفا، شمال جنوب وسط، واحنا مش قليلين، ده وهم حطوه في راسك، ربك موجود صمد قبل الوصول سفر، قبل 48 قبلنا تانية ويا اسرائيل، ام خالد شربت من مركب نعامرة وزراعين، من قبل حتى عن جالوت، من قبل حطين، من قبل صلاح الدين، اقول لك قبل اجندين، عند الرمله في بيت جبريل، فجاه نقوم من فجرين، اهلا بيك في فلسطين، ارض كل العالمين، بيت شمس المؤمنين، بكل لغات اهل الارض زي ما قال تميم، فيها الزنج والافرنج والقبجاك والصقلاب والبوشناق والتتار والاتراك واهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، فيها كل من وتأثر بفابريك التاريخ، يا ريته كان قرا، يا ريته ساكن في الجغرافيا، لا ده بيته كان بره، بنيته مقبره تدفنوا فيها، انتوا اعتديتوا كم مره، بيته من ورق، انتوا حقيقه مزوره، مش اشكالون، دي عسقلان ودي بيسان، الحدوته من زمان، من عند نوح وسام لابراهيم عليه السلام، حكايه الانسان، لساني عربي كان عاني، غرضي انساني، انا اسف اني بغني واخواتي بتعاني، انا ضد ركوب الموجه بس دي اقل حاجه قدامي، ان انقل لاولاد جيلي شيء من الوعي ولو في اغاني، الخريطه اللي في زماني، كيوردز للحقيقه والمعاني، مش هداري لا معاني، بكلمك من مصر ام الدنيا بنت النيل، فانت فاهم انا ابقى مين، مش هتفرق انهي جيل، انت ضد الانسانيه اتقل، لا لقيت القافيه دي في نيلي، ده جوجل كلمه ايري ده، وبرغم الدمار الورد يعيش الوقت يعيد، جوجل عبد الوهاب مسيري وادوارد سعيد، في حاجه اسمها مقاومه وحاجه اسمها ارهاب، في حاجه اسمها صهيوني غير يهودي ابن كتاب، ارض الله اساسها الجيره والسلام، وفي كره وفي دناوه وفي ديابه وفي كلام، أساسها الجيرة والسلام